طيب حاولت ادخل تاني، ما اعرفش ممكن يكون كده افضل بالنسبة لكم ولا ايه؟ طيب اللي سمعني او اللي شايف ان في بث شغال يا ريت يقول في الكومنتس تحت اذا كانت الدنيا ماشية كويس. كده البث كويس ولا ايه؟ ممتاز جدا. طيب كنا بنتكلم على التوفل تاني، فالتوفل تاني يا جماعة واخد أكبر من حجمه، مع واحد طالب جاد. طيب كويس، احنا هنكمل كلامنا تاني عن التوفل يعني. فالتوفل قلنا واخد أكبر من حجمه بكتير في مصر، بكتير جدا يعني، ومعمول له بيزنس ومعمول له يعني قصص وحوارات يعني. طيب التوفل انا لو انا طالب جاد هل ممكن اخلصه في قد ايه؟ والله انا شفت امثله كثيره جدا، انا مش هتكلم عشان انا راجل متخصص في اللغه، لا يعني ناس امثله كثيره جدا، ناس مش متخصصه اصلا في اللغه، ويعني اللغه بتاعتها فعلا ضياع، ولكن عندهم موتيفيشن، عندهم الـ يعني الـ 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 الاصرار انه يبدأ ويشتغل، مثلا حاطط في دماغه انه يشتغل على الاقل من ساعتين لثلاث ساعات مثلا كل يوم، انه يبدأ يذاكر. هل محتاج اخد فيه كورس؟ والله في المعتاد لا، ولكن لو انت حاسس انك تاخد، عايز تاخد كورس في التوفل، تفضل طبعا وخد كورس في التوفل يعني. ولكن شكرا على الكلمة، كنت بضغط على كلمة حافز، شكرا. فالناس اللي عندها حافز وعندها وقت، طيب ماشي يا اسلام، الناس اللي عندها وقت لو ساعتين في اليوم مع هدف كبير زي ده، اعتقد الامر يستاهل انت تتطلع ساعتين في كل يوم تذاكر فيهم من التوفل. من الحاجات اللي ممكن تعملها ان حضرتك لو انت بتركب مواصلات كتير، وما اكثرها في مصر، انا عن نفسي كنت بعمل كده حتى ايام الكليه لما كنت طالب، ودي كانت الطريقه اللي حسنت بها لغتي، انه معاك تليفون، كان معانا التليفونات الصغيره دي زمان، وكنا نحط فيها الصوتيات وبالسماعه وتحطها في ودانك وتفضل تسمع طول ما انت شغال في المواصلة. طيب هل ده ينفع للتوفل كمان؟ طبعا ينفع للتوفل يعني. اي تحسين في اللغة بشكل عام بينعكس بالضرورة على التوفل، ولكن مش بالدرجة اللي انت متخيلها، بمعنى انه عشان الدرجة بتاعتك تتحسن في التوفل لازم تمارس اختبارات للتوفل، ودي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، لان التوفل في الاول وفي الاخر مشكلته الاكبر في الوقت، بمعنى ان انت بتسمع اسئله. انا مش عايز اخش اتكلم كتير عن التوفل دلوقتي، ولكن بصفه عامه مشكلتك في الوقت ان انت بتسمع حاجه وبيسالك سؤال وانت محتاج تفكر مثلا في 30 ثانيه وترد في 30 ثانيه، او تفكر 45 ثانيه وترد في 30 45 ثانيه. فاحنا مش واخدين على الكلام ده، وده حتى الدراسات كتير اثبتت انه المشكله الاكبر بتكون مع الناس ازاي مانج الوقت في التوفل، مش المشكله في الكونتنت، حتى الناس المستعده كويس. فانا دلوقتي لو انا بحاول استعد للتوفل كويس وعايز اجيب درجه كويسه في التوفل، خلاص احط في دماغي ان انا من 3 ل 6 شهور تمام اشتغل استعداد للتوفل بصفه يوميه تمام، ويكون في التزام، وما اسمعش الناس اللي حواليا اللي بتقول لي التوفل صعب ومش عارف ايه والكلام ده، لا طبعا اتس فيري دوبل، واشتغل واجرب في الامتحانات. احسن وقت تاخده في الكلية ولا في السنة الأخيرة ولا قبل الأخيرة؟ والله أنصح دائما إن أنت حتى لو دخلت من سنة أولى، من سنة أولى كلية حتى، مفيش مشكلة إن أنت تبدأ تاخد فكرة عن التوفل وتبدأ تدرس فيه وتبدأ تحسن لغتك بشكل عام، بغض النظر عن التخصص. دلوقتي مصر دلوقتي يعني لو أنت عايز تلاقي وظيفة كويسة في شركة مرموقة أو في مكان مرموق لازم تحسن لغتك. فأنت على الأقل لو أنت مش حاطط في دماغك إنك السفر بعد الكلية، انا شايف ان انت لازم تبدا وتذاكر توفل او تحسن لغتك بشكل عام، بغض النظر عن انت في السنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. طيب بالنسبه لسؤالك، لا انا لو في مكانك هبدا من دلوقتي على طول، مش هستنى خالص تمام. ده بالنسبه للتوفل. فاحنا قلنا خلاص هنسالهم، نرجع تاني لكلامنا، احنا كنا بنتكلم ان احنا اول حاجه حددنا البلد اللي احنا عايزين نروحها، اذا كنا نسال نفسنا اذا كنا طبعا في امريكا او اذا كانت الولايه والكلام ده. السؤال الثاني اللي اساله نفسي اذا كنت هشتغل مع مشرف معين او لا، وفي الحاله دي لو عندي مشرف معين طبعا بيلمت كتير من الخيارات بتاعتي،
التالتة بقى ان انا اختار الجامعة، وده قلنا بيعتمد على الولاية وبيعتمد على الرخص المعيشة اللي فيها، وعلى اذا كان في عنصرية ولا لا، او اذا كنت انت اصلا معاك مراتك واخدها، او انت رايحة واخدة جوزك، او انت محجبة او لا، او تفرق معاك او لا. في ولايات طبعا تفرق فيها كتير، لكن معظم الولايات مش هتفرق يعني. فكويس انك تاخد فكرة عن الحاجات دي قبل ما تسافر. رابع حاجة قلنا ان احنا نجمع ليست من كل الجامعات اللي اخترناها في الاخر اللي وصلت معانا، ونبدأ نشوف الريكويرمنتس بتاعتهم. requirements يعني ايه؟ متطلبات القبول عندهم. طيب الاقي فين المتطلبات؟ يا اما في صفحة القسم، يا اما في مكتب الادميشن اللي هو مكتب القبول، او في مكتب الطلاب الاجانب، ودي هتلاقيه تحت مسميات كتير. هتلاقي غالبا فيها كلمة international students او تلاقي international admissions. فطبعا من الحاجات المتطلبات اللي يسألوا عليها قلنا التوفل، وده اللي انتهينا بيه في الكلام. هيسألوا على الجي بي اي بتاعي. ايه الجي بي اي ده؟ اللي هو تقدير الكلية بتاعي. طيب تقدير الكلية بتاعي، انا عندي في امريكا بيقبلوا التقديرات، بيقول لك انت جايب كام من 4. يعني عندهم الجي بي اي من 4، مش عندنا من 100%. فمصر عندنا مثلا لو جايب 80% في الكلية فانت تقريبا جيد جدا، صح؟ او حاجة زي كده. فانا عايز اعرف ال 80% دي تساوي كام هناك. طيب لو عايز تعرف الكلام ده، انا ان شاء الله برضو هبوست لينك بعد ما اخلص المحاضرة، فيها يعني للبرزنتيشن، وفيها كل اللينكس اللي انت محتاجها. اللينك هياخدك لصفحة ممكن تحط النسبة المئوية بتاعتك، يدي لك انت جايب كام الجي بي اي بتاعك من 4 على النظام الامريكي. وبالتالي معظم الجامعات لو بتطلب 3 من 4 يبقى انت ده تقريبا بيكون 70% وانت طالع. في بعض الجامعات ما بتسألش اصلا ومش مهتمين، ولكن يهتموا اكتر بالبوبليكيشنز. فلو عندك بوبليكيشنز او عندك ابحاث منشورة، او عندك حتى عامل مدونة، او عامل اي حاجة يعني بتنشر فيها حاجات في السوشيال ساينسز، الحاجات دي بتفرق كتير جدا جدا جدا. طيب ايه بعد كده غير الجي بي اي وغير التوفل؟ غالبا لما بيجي بيسألوا على الجي ار اي. ده لو سألوا ايه الجي ار اي ده؟ ده امتحان ما اعرفش في السوشيال ساينسز هل في ناس سمعت عنه كتير ولا لا، ولكن ده امتحان تاني من عائلة امتحانات زي التوفل كده، زي كواليفاينج تيست، ان هو يعرف مستواك ايه. ده بيكون عبارة عن سيكشنز مختلفة، في رياضيات وفي ماث، سوري في رياضة اللي هي ماث، وفي فيربال اللي هو بيسألك في اللغة، وفي الرايتنج. انا طبعا خدته من زمان قوي، فانا مش صراحة مش قادر اتكلم عنه بالتفصيل قوي، ولكن المهم في الموضوع انك تعرفه ان لو في جامعة طالبة الجي ار اي، الاختبار الجي ار اي، غالبا الجي ار اي في السوشيال ساينسز مش هياخدوا بيه الا في حالة المفاضلة بالناس معينة. يعني انا لو عندي 20 واحد متقدمين لعند للقسم بتاعي، وانا عايز اخد منهم 10، ولقيت ان في الكل بما فيهم البوبليكيشنز، وده اهم من الجي ار اي، يعني بالنسبه له البوبليكيشنز اهم من الجي ار اي، لو لقيت عندهم البوبليكيشنز افضل خلاص. لكن في بعض الجامعات الثانيه بياخدوا بنظام مختلف، يجي يقول لك لا انا المكتب الادميشنز بيختار على حسب الامتحانات الاول والسكورز، فبيشوف درجتك في التوفل والجي ار اي الاول، لو هتعدي روح يبعت لك الابلكيشن بتاعتك للقسم اللي انت مقدم عليه. وده طبعا جامعات كتير، فدايما كويس ان انت تعرف الريكويرمنتس. هل في جامعات كتير بتطلب الجي ار اي في السوشيال ساينسز؟ ايوه وايوه، يعني ايوه ولا، بمعنى ان في جامعات بتطلب الجي ار اي وفي جامعات ما بتطلبش، وفي جامعات اصلا بتعمل ويف. فاعرف ازاي الكلام ده؟ اسال انترناشونال ادميشنز، واسال القسم كمان، لانه حتى الانترناشونال ادميشنز او قسم او المركز قبول الطلاب الاجانب بيطلب ده، في بعض الاقسام ممكن تعمل ويف ويقول لك لا خلاص احنا مش عايزين الجي ار اي السنه دي. فمهم جدا طبعا تبعت ايميل للتشير اوف ذا ديبارتمنت اللي هو رئيس القسم، او الكوردينيتور بتاع الديبارتمنت اللي هو منسق القسم، عشان تساله اذا كان الجي ار اي متطلب ولا لا، واذا كان السكور بتاعه متطلب ولا لا. في احيان كثيره مش هيهتموا بالماث، لكن هيهتموا كتير جدا 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 في السوشيال ساينسز بالرايتنج، قسم الرايتنج، وهيهتموا كمان بالفيربال. الفيربال طبعا صعب شويه صراحه، فيعني مش هيكون له وزن زي الرايتنج. هم المهم بالنسبه لهم ان يعرف قدراتك في الرايتنج، انك بعد كده تكتب اساينمنتس، او تكتب مثلا ريسيرش بيبرز، او انك تكتب ثيسز،
او ديسرتيشن، يعني عايز يشوف مستواك ايه ويشوف يعني يعني فكرة افضل عن انت ازاي هتشارك، يعني you're gonna participate في الـ department من ناحية النشر ومن ناحية الكلام ده، يعني مشاركاتك في النشر فيما بعد، لأنه مهم جدا النشر كمان في السوشيال ساينسز، وإن كان مش نفس يعني مش نفس سهولة الناتشورال ساينسز يعني. طيب أنا خلاص كده عرفت المتطلبات بتاعتي والكلام ده، دلوقتي الجزء المهم جدا. أنا لو عرفت المتطلبات دي والكلام ده وحددت الجامعات بتاعتي اللي كنت محددهم، مثلا كانوا 40، وحددت إن أنا مش عايز آخد جي آر إي تيست، والجامعات اللي بيقبلوا توفل وبتوافق كل المتطلبات بتاعتي وكل اللي انا عايزه، تقريبا 15 جامعه. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ او 20 جامعه، اعمل ايه؟ ابدا دلوقتي ادور على موضوع المنح. طيب ادور على المنح ازاي؟ يعني جزء كبير من سوء الفهم عندنا انه الناتشورال ساينسز هم اللي بيبعتوا للمشرفين بتوعهم هنا في امريكا وبيقول له انا عايز منحه، فالدكتور غالبا بيكون عنده بروجكت او بيكون واخد منحه، فبيجيبه على اساس انه يكون ريسيرش اسيستنت. ريسيرش اسيستنت يعني بالترجمه كده باحث مساعد، او في مصر عندنا مساعد باحث. الهدف منها انه بتكون شغال في معمل بتعمل ابحاث او بتشتغل على بروجكت او الفند في البروجكت بتاع الدكتور، وبتاخد مرتب وبيدفع لك مصاريف دراستك وبيدفع لك الهيلث انشورنس اللي هو التامين الصحي بتاعك. فهل الموضوع ده في السوشيال ساينسز منتشر قوي؟ لا طبعا، يعني نادر جدا انك تلاقي فاندز زي كده، ولكن مهم جدا انك تسال وتشوف لو الدكتور ده عنده فاند. لو عنده فاند، يعني لو عنده فلوس او عنده منحه وعايز ناس تيجي فيها، يعني غالبا اي حد بيقبل في الدكتوراه بيحطوه من ضمن الناس اللي بتاخد المنح دي، ولكن لازم تسأل ولازم تقدم عليها. المشكلة ان احنا في السوشيال ساينسز بنفكر لا، ان ما فيش الكلام ده، وبالتالي لازم اقدم عن طريق مؤسسات او عن طريق البعثات في مصر، او عن طريق مش عارف اميديس ولا فول برايت او الحاجات اللي هنتكلم عليها بعد شوي. وده يعني سوء فهم مشهور جدا. لا طب انا اعمل ايه؟ طالما خلاص حددت في مصر الجامعة بتاعتي، قبل ما اقدم اصلا على الجامعة ابدأ ابعت ايميلز للجامعة، تمام؟ للجامعة والديبارتمنت بتاعي، القسم اللي أنا عايز أقدم عليه. طيب ليه في الجامعة؟ لأن في بعض الجامعات زي مثلا الأيفي ليج، الأيفي ليج دول يعني مجموعة جامعات شوية مشهورة وصعب شوية القبول فيهم، زي كورنيل، برينستون، ييل، هارفارد، الام اي تي أظن تبعهم، وبنسلفانيا، الجامعات اللي زي كولومبيا يونيفرسيتي في نيويورك. الجامعات اللي زي دي غالبا لو اتقبلت في الماجستير والدكتوراه وظروفك المادية صعبة زي 80% من الشعب المصري، سواء عشان بلدك ما فيش فيها فلوس كتير أو عشان دخلك قليل أو عشان أنت من أسرة فقيرة، غالبا بيدوا لك فاندز كاملة، يعني بيدفع لك ثمن الدراسة كامل، تمام؟ طيب بالنسبة لبقية الجامعات، بالنسبة لبقية الجامعات أبعت إيميلز، قلنا للقسم بتاعي the chair of the department، أسأله هل عندكم فاندز؟ هل عندكم منح؟ هل عندكم نوع من أنواع التدريس أو نوع من أنواع المشاركة أو نوع من أنواع الوظائف؟ إن أنا أكون مدرس مساعد، إن أكون باحث مساعد، إن أنا أكون باحث مساعد في مشروع أو الكلام ده. إزاي أقدر أتواصل مع الدكاترة؟ سهل جدا، بتخش على الديبارتمنت بتاعك أو القسم اللي أنت عايز تقدم عليه، وهتلاقي دايما في حاجه مثلا مكتوب عليها people او مكتوب عليها contact us او مكتوب عليها faculty، او يعني بغض النظر عن المسمى هتكليك عليها هتلاقي قائمه بمعظم الدكاتره، وهتلاقي سي في لكل دكتور وكمان التخصصات اللي هو فيها اللي هو يعني مهتم بيها او النقطه الدقيقه اللي هو بيعمل ريسيرش فيها. في بعض الاحيان كمان هتلاقي المنح اللي عند كل دكتور واذا كان عندهم اماكن شاغره ولا لا. فكويس جدا، سؤال مهم جدا يا عزة، شكرا جزيلا على سؤالك. فالهدف دلوقتي انك انت تبعت ايميلز لرئيس القسم غالبا او منسق القسم او الدكتور اللي انت هتشتغل معاه، لو انت اريد اخترت دكتور في الاول انك عايز تشتغل مع دكتور، وتقول لهم اذا كان عندهم اي نوع من انواع المنح. طيب ايه انواع المنح اللي ممكن يقدمها القسم؟ والله كتير جدا. في حاجة مثلا بتكون حاجة اسمها teaching assistantship،
يعني ايه تيتشنج اسيستنت شيب؟ يعني بتكون مدرس مساعد. ايه ده؟ انا ممكن اطلع من البكالوريوس على طول في مصر واشتغل مدرس مساعد في امريكا مش معيد؟ اه، هنا فيش حاجه اسمها معيد. هنا غالبا بتطلع من البكالوريوس على طول، بتخش لو اشتغلت في الماجستير وتعينت تدريس في الجامعه تبقى مدرس مساعد لغايه ما تخلص الدكتوراه بتاعتك. تمام؟ اه، بتفرق في المرتبات شويه، ولكن اسمك في الاول في الاول في الاول في الاول في الاخر مسمى واحد، انت مدرس مساعد. طيب، ده نوع من انواع الفنز اللي ممكن او المنح اللي ممكن يديها لك القسم. ايه انواع تانية؟ هل ممكن ارسلهم كلهم في نفس الوقت؟ لا، ما انصحش طبعا. يعني انصحك انك تبدا الاول، اذا كنت انت حددت مشرف تراسل للمشرف الاول لو انت حددته اوريدي. لو ما حددتش المشرف يبقى تبعت لرئيس القسم او تبعت لمنسق القسم، ولكن تبعتش ليهم كلهم في نفس الوقت. يعني ده مش حاجه الناس في الغالب ما بيشوفهاش حاجه كويسه يعني. وطبعا لما تبعت، احنا نسينا نقول انك لما لازم تبعت بتبعت سي في بتاعتك، وبتبعت ان انت مثلا لو عندك سامبل عملتها او بابليكيشن عملته تبعته في الايميل. لو عندك شغل تاني بره الاكاديميه، يعني انت بتعمل نشاط اجتماعي، نشاط تطوعي، نشاط سياسي، ايا ما يكن النشاط ده بغض النظر عن الاختلافات مش مهم بالنسبه لهم، يهمهم كتير جدا انك بتشتغل حاجه للكوميونتي، يعني للمجتمع. الشغل ده مهم جدا 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 في السوشيال ساينسز. طيب، فانت خلاص راسلت دلوقتي رئيس القسم مثلا، حاسس ان انت ما عندكش مشرف او ما لسه ما عندكش حد في دماغك معين وسالته والكلام ده. طيب، ممكن يدي لك ايه؟ احنا قلنا تيتشنج اسيستنت شيب اللي هي تبقى مدرس مساعد. هل انا ايه اللي اخده لو انا مدرس مساعد؟ هتاخد مرتب شهري، تمام، هيكفي كويس جدا لو انت ساكن لوحدك او حتى لو مع اسره صغيره في معظم الولايات يعني، وسكن طلاب، وهيدفع لك كل الكورسز اللي انت بتاخدها لغايه ما تخلص الدكتوراه، وهيدفع لك الهيلث انشورنس كمان بتاعك، وفي احيان كثيره كمان بيدفعوا لك المؤتمرات اللي انت بتسافر لها. فانت مثلا لو بتسافر مؤتمر بيدفعه لك كمان، وبالتالي انت بتتفسح وبتعمل مؤتمر على حسابهم يعني. طيب، ايه النوع الثاني من المنحه اللي ممكن يديلك القسم؟ حاجه اسمها RA شيب اللي هي ريسيرش اسيستنت شيب. طيب، هل دي بتكون موجوده فين؟ بتكون في اقسام كتير جدا. طيب، النشاطات الاجتماعيه اللي تفيد في تخصصات اللغه الانجليزيه، اه طبعا تفيد جدا يعني، تفيد في كل التخصصات بغض النظر عن التخصص اللي انت فيه، ولكن حبذا لو كانت نشاط اجتماعي متعلق بالتدريس اللغه الانجليزيه مثلا، او مثلا حاجه متخصصه بنشاط اجتماعي متخصص بتوعيه الناس عن الادب او بالترجمه او بغض النظر يعني، هتلاقي لها يعني سكه يعني. طيب، النوع الثاني، نرجع تاني لمرجوعنا، قلنا اتكلمنا عن التيتشنج اسيستنت شيب مدرس مساعد، او ريسيرش اسيستنت اسيستنت شيب اللي هو تبقى باحث مساعد. باحث مساعد غالبا بيكون دكتور عنده فاندز، يعني عنده منحه وبيعمل بحث مثلا. البحث ده قد يكون لو انت مثلا في العلوم السياسيه قد يكون عن الشرق الاوسط وعايز حد يعمل ابحاث معاه. لو انت في اللغه العربيه مثلا، الراجل ده ممكن يكون بيعمل بيصمم مناهج جديده للغه العربيه. لو انت مثلا ايه من تخصصاتنا الثانيه، لو انت مثلا في التدريس، تمام، عايزين يصمموا مثلا ميثودولوجي جديده للتدريس مثلا حاجه معينه، او طريقه تدريس عايزين يجربوها، كل الحاجات دي. او مثلا بيكون بيعمل هو بحث وعايزك تشتغل معاه انك تعمل انترفيو لناس من العالم العربي او من الميدل ايست او حتى في امريكا لو لغتك كويسه طبعا. ففي كل الحالات دي ريسيرش اسيستنت بيساعد الدكتور الاساسي ان هو يجمع الداتا ويعمل اناليسز، وبتعملوا بابليكيشنز غالبا بتكون منشوره مع بعض. هل ده مشهور قوي؟ لا، مش مشهور قوي، ولكن موجود، فكويس انك تسال عليها. في نوع ثالث من المنح اللي ممكن يقدمها لك القسم، اللي هو ايه؟ جي اي شيب، اللي هو جراجويت اسيستنت شيب. ايه الجراجويت اسيستنت شيب؟ يعني تبقى طالب ماجستير ودكتوراه، وفي نفس الوقت ممكن بتساعد الدكتور في تدريسه، تساعد الدكتور في تصحيح الدرجات، تساعده في ابحاث. يعني هي مجرد مسمى مختلف، ولكن الوظيفة المعينة اللي ممكن تعملها تختلف من جامعة لجامعة. طيب، انا هخلص النقطة دي وبعد كده ارجع للسؤال بتاعك يا اورينت ان شاء الله. طيب، خلاص اتكلمنا على التيتشنج اسيستنت شيب، ريسيرش اسيستنت شيب،
graduate assistantship، والحاجة الرابعة PA-ship. ايه PA-ship؟ اللي هي project assistantship. ايه project assistantship؟ حاجة زي ال GA-ship او the research assistantship، بس غالبا الفندز بتاعتك تكون مرتبطة بالمشروع ده بس. والبنفيتس يعني المرتب اللي بتاخده ربما ما يكونش كبير زي ال research assistant. وفي بعض الأحيان بيكون يدفع لك الكورسز اللي بتاخدها، في بعض الأحيان لا، ولكن في الأول وفي الآخر أنت بتاخد مرتب وبيدي لك التأمين الصحي بتاعك. فدي بعض الحاجات اللي ممكن القسم يديها لك. هذا الموضوع ده مشهور في أمريكا، مشهور جدا جدا جدا، وممكن بسهولة تاخده إن شاء الله لو أنت عندك qualifications كفاية. طيب هل لازم الكلام ده يكون من القسم بتاعي؟ لا مش لازم. بمعنى هل ممكن أراسل لو أنا مثلا بدرس في علوم سياسية مثلا، أراسل القسم بتاع اللغة العربية وأقول لهم أنا عايز أدرس معاكم؟ آه طبعا. آه ما تضحكش، طبعا مفيش مشكلة، تبقى مدرس مساعد في قسم، تدرس ماجستير ودكتوراه في قسم تاني، بيحصل مفيش مشكلة. وناس كتير عملتها، أنا نفسي شفت ناس من آثار بتدرس في اللغة العربية، شفت ناس من زراعة بتدرس في اللغة العربية. فحلو إنك برضو مش تراسل القسم بتاعك بس، لا تراسل قسم اللغة العربية إذا كان عندهم قسم اللغة العربية، أو قسم الميدل إيسترن ستاريز يعني قسم الدراسات الشرق أوسطية، قسم الأديان ممكن يحتاجوا حد يتكلم عن الأديان في الشرق الأوسط، قسم الصراعات السياسية، الحاجات اللي زي دي كلها ممكن تشتغل فيها، وبيكون عايزين حد بس يكون فاهم أكتر منهم في الشرق الأوسط وعلى اطلاع باللغة العربية. وبالتالي ممكن يبقى شغال بتاع ماجستير ودكتوراه في قسمك، وبتدرس تبقى مدرس مساعد في قسم تاني، مفيش مشكلة فيه خالص. طيب نرجع للأسئلة، إيه الأماكن اللي ممكن يكون تطوع في نشاط اجتماعي مرتبطة بالتعليم؟ والله على حسب التخصص بتاعك، يا أو ما أعرفش أنت ولد ولا بنت يا أورينت، على حسب التخصص بتاعك. فيعني مثلا لو أنت مثلا بتدرس ممكن تطوع في حاجة زي رسالة وبتدرس الطلاب مثلا، أو بتدرس مثلا في الأيتام، أو حتى مش لازم يكون تدريس، لو عندك مدونة وبتكتب فيها عن التدريس، بتكتب فيها عن السياسة، بتكتب فيها عن الآثار، بتكتب فيها عن كذا، كل الكلام دي أنشطة. طيب السؤال الثاني، هل لو تم الانتهاء من الدكتوراه من هل من الممكن البحث عن منحة لإعادة دراستهم، أو مجرد كتابة ذلك في السي في يتم الرفض؟ أنا مش فاهم صراحة السؤال، يعني إيه لإعادة دراستهم؟ يعني أقصد لو كملت دكتوراه في مصر يعني ممكن تكمل هنا تاني دكتوراه؟ آه طبعا، أنا شفت، أنا معايا زميلة أصلا هنا Associate Professor يعني أستاذ مساعد في مصر، وجات هنا وبتعمل معايا دكتوراه في نفس التخصص. فده لو كنت أنا فهمت سؤالك صح، أظن يعني يعني دي إجابة أكون إن شاء الله تكون وافية. يعني لو بالنسبة تخصص زي تخصص تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم ممكن تكون عندك بلوج مثلا، مدونة على الإنترنت تتكلمي فيها عن تكنولوجيا التعليم، وبالتالي بتوعي الناس عن التكنولوجيا ممكن تستخدمها في التعليم. هل ممكن تكوني عملتي workshop اللي هو زي ورشة عمل، أو يعني زي محاضرة لشوية مدرسين تانيين تعلميهم إزاي يستخدموا التكنولوجيا في التدريس أو في الفصول بتاعتهم؟ كل الكلام ده في مصر إحنا في الثقافة بتاعتنا تعلمنا إنه هو شوية تافه أو شوية مش مهم في الحكم على معايير التعيين في الجامعات والكلام ده أو الحصول على منح. هنا مهم جدا 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 لأقصى حد، ولذلك في ناس كتير من مصر خدت منح هنا في هارفارد حتى بسبب نشاط سياسي أو بسبب يعني شغل معين عملوه في آثار أو سبب مدونة أو حاجات زي كده. طيب تكلمنا قلنا على المنح اللي ممكن يقدمها القسم. طيب هل القسم بس هو اللي بيقدم المنح؟ لا، ممكن الجامعة كمان تقدم المنح. طيب احنا خلاص تكلمنا على المنح اللي يقدمها في القسم، تاني عشان نكون الناس متابعة معنا: Teaching Assistantship, Research Assistantship, GA Ship, PA Ship. تمام؟ طيب الجامعة نفسها، هل أنا خلاص لو القسم ما فيهوش منح خلاص أسكت كده؟ لا طبعا، الجامعة برضو بيكون فيها resources كتير تاني، بيكون فيها أماكن centers كتير، مراكز لدعم الطلاب الأندرغراد. مين الطلاب الأندرغراد دول؟ يعني أنا برضو حاول أترجم المصطلحات للناس اللي يعني إيه عايزة ترجمة. طلاب الأندرغراد اللي هم الطلاب اللي هم لسه متخرجوش يعني بيدرس في البكالوريوس لسه، فبيكون عايزين حد مثلا يساعدهم في الرايتنج. لو انت مثلا متخصص في اللغه الانجليزيه وليك في رايتنج كويس، ممكن تساعدهم ازاي يكتبوا. ايه ده هم امريكان وانا اساعدهم بالكتاب؟ اه مفيش مشكله تماما.
الكلام حاجة والكتابة الأكاديمية حاجة تانية خالص. وأنا شفت ناس كتير هنا عندي على الأقل 3 زملاء جو بمنح زي كده وبيشتغلوا يساعدوا الطلاب إنه إزاي يكتبوا الكتابة الأكاديمية، الطلاب الأمريكان يعني. بس فممكن تلاقي عندهم برضو نوع من الأنواع دي، يعني ممكن يعينك مثلا جي ايش، غالبا بتكون في صيغة جي ايش اللي هو تبقى graduate assistant، بتساعد الطلاب في نفس الوقت برضو بتساعدهم، بيكون لك مكتب بيقولك، بتساعدهم في الحاجات اللي هم عايزينها، في الأسئلة بتشرح لهم، وليك ساعات معينة بتقعدها في مكتبك، وبتاخد مرتبك الشهري، وبتاخد health insurance، وكمان بيدفعوا لك الكورس بتاعتهم معظمهم يعني. ففي الأماكن اللي في الجامعة اللي ممكن أدور فيها على وظائف زي كده، أماكن كتير جدا. ممكن حاجة مثلا زي المكتب بتاع زي ما قلنا الرايتنج، ممكن حاجة مثلا زي مكتب دعم الطلاب في الفورين لانجويجز، في الناس اللي بتدرس لغات أجنبية وبالتالي عايزين واحد يتكلم عربي، ممكن عايزين حد مثلا في قسم الآثار أو في السنتر ده يوعي الناس عن الناس في الشرق الأوسط، أو الحاجات اللي زي دي يعني. فأنا مش قادر أتكلم عن كل التخصصات، ولكن لو لقيت أسئلة ممكن أبدأ يعني أحاول أعطي أمثلة يعني. طيب هل في منح تانية ممكن تعطيها الجامعة؟ آه طبعا برضو في منح تانية ممكن تعطيها الجامعة، حاجة مثلا ممكن تبقى instructor، أو ممكن تبقى grader، أو ممكن تبقى tutor. إيه الفرق بين دول؟ instructor أنت بتدرس بالمادة بس، يعني غالبا هم مش مرتبطين يجددوا لك كل ترم، خلاص عايزينك الترم ده، الترم اللي جاي مش عايزينك، ممكن تستمر لغايه اخر الدكتوراه وممكن ما تاخدش غير ترم واحد. جريدر ده غالبا بتكون شغال تحت استاذ معين، ممكن في قسمك ممكن في قسم تاني، بس بتصحح امتحانات الطلاب والاساينمنتس بتاعتهم او الهوم ورك او الكويز بتاعتهم. تيوتر يعني زي اللي قلنا هذه، ان انت تساعد الطلاب في اللغه الانجليزيه والكلام ده. طيب هل في منح تاني تقدمها الجامعه؟ كل جامعه؟ اه طبعا. زي ايه؟ في حاجات بتكون merit based وفي حاجات بتكون need based. ايه need based؟ يعني لو انت جاي من دولة فقيرة زي مصر، بيعتبروها يعني فقيرة او تعتبر فقيرة، او من اسرة فقيرة. طيب ايه المساعدة اللي ممكن يساعدها لك؟ جامعات كتير جدا ممكن تدي لك in state يعني tuition rate. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو في واحد بيدفع 10,000 دولار في الترم، والامريكي مثلا او مش الامريكي تحديدا، الامريكي اللي من سكان الولايه بيدفع 3,000 بس، هم بيروح يقول لك خلاص احنا هنعاملك معامله الراجل اللي بيدفع 3,000 ده. طب انا برضه هدفع 3,000 دولار، ده مبلغ كبير خالص يعني. لا احنا ده يسهل علينا فيما بعد لو ما لقيتش كمان منحه في القسم، ان انا يوم ما اطلب منحه من مؤسسه زي فول برايت ولا الكلام ده، اقول لهم ده انا كمان حصل على منحه منهم ومش هدفعكم كتير، مش هكلفكم كتير، وبالتالي طبعا ده هيكون عامل اساسي في قبولك او رفضك. طيب فحلو ان انا اسال مكتب الطلاب الاجانب في الجامعه، او اسال حاجه زي الجي اي او اللي هو مكتب بيسموه جلوبال ايدكيشن اوفيس لو موجود، او مكتب الفاينانشال ايد اوفيس. فاينانشال ايد اوفيس مكتب مساعده الطلاب، واقول لهم لو عندكم منح للطلاب الاجانب للانترناشونال ستودنتس من مصر، ما فيش مشكلة انك تقول لهم يعني الوضع في مصر كده، ما تبكيش قوي، ولكن اوصف الحال يعني ايه بوجه عام يعني، واقول لهم الوضع كده في مصر، او انا بالنسبة لي كده، او مثلا البادجت بتاعتي ليميتد، ولو عندكم منحة انا يعني اي وندر لو في منحة عندكم. طيب طيب ده بالنسبة للنيد بيست. طيب الميريت بيست، الميريت بيست بتكون غالبا لو انت برضو جاي من مصر او جاي من اي دولة وعندك مثلا publications او واخد جائزه معينه دوليه او اقليميه او حتى مصريه، او يعني بتظهر في الاعلام، او يعني شخصيه شويه مشهوره، دي ممكن بتاخد فيها merit based. وساعات برضو بتكون الجي بي اي بتاعك، ولكن يعني مش مشهور قوي يعني، ولكن في الغالب بتكون حاجات في السوشيال ساينسز للmerit based، بتكون للpublications والinternational والregional recognition. طيب دي الحاجات المنح اللي ممكن تقدمها القسم او تقدمها الجامعه او يقدمها قسم مساعده الطلاب الاجانب ليك. طيب في سؤال هنا بيقول تخصصي لغه انجليزيه واعيش في دوله تتحدث بالاسبانيه وتحدثها بطلاقه، فمن الممكن البحث في اكثر من مجال في ال3 لغات التي تتحدث؟ طبعا على فكره يعني واحد زيك بيتكلم اسباني في ولايه من الولايات الجنوب زي الولايه اللي انا قاعد فيها في نيو مكسيكو،
زي مثلا تكساس، زي أريزونا، ممكن في كاليفورنيا كمان، في فلوريدا. الناس اللي عندها أسباني، معظم الولايات دي بتتكلم، بيكون عندها أسباني وإنجليزي طبعا يعني، لأن في ناس بتكون عشان يعني التوزيع الطبوغرافي للسكان، في ناس بتتكلم أسباني، فغالبا بيكون لك أولوية. أنا على الأقل بيجيني مثلا announcements كل أسبوع، على الأقل 2 3 announcements عايزين ناس مدرسين مساعدين يتكلموا إنجليزي وأسباني، ولو عندهم لغة ثالثة يبقى زي العربي كده، يبقى يعني حاجة جميلة جدا يعني. فلا يعني واحد زيك يا هاشم أعتقد ليه فرصة رائعة جدا في أحد الولايات الجنوبية زي اللي اتكلمنا فيهم دول. طيب خلاص احنا اتكلمنا عن الكلام ده كله، اتكلمنا عن، طيب دلوقتي نتكلم عن لو انا لا قدر الله ما لقيتش منحة في الجامعة نفسها وعايز منحة من مكان تاني، او يعني لا قدر الله ما لقيتش خلاص يعني اي اسئلة. طبعا في مؤسسات كتير جدا تاني بتقدم منح، وانا كان لي شرف اني اجي مع مؤسسة من المؤسسات دي في اول مرة جيت فيها امريكا يعني في 2011، وجيت على منحة من مؤسسة زي فول برايت. طيب ايه المؤسسات دي اللي ممكن تقدم منح؟ المؤسسات دي غالبيتها بتدي لك منحة للماجستير تغطي الماجستير كامل، او تغطي الدكتوراه كاملة. يعني ايه كاملة؟ يعني غالبا مش بيطلب منك تدريس ولا بيطلب منك اي حاجة، انت بس مطلوب منك انك تيجي هنا تدرس وبس، وبتاخد مرتب، وبتاخد وبيدفعوا لك الكورسز بتاعتك، وبيدفعوا لك الهيلث انشورنس يعني اللي هو التأمين الصحي بتاعك، وكمان بيدفع لك التذاكر سفر رايح جاي، وحتى لو في مواصلات في مصر بيدفعها لك بالطيران الداخلي، ولو في إقامة في فنادق في مصر قبل ما تسافر بيدفعها لك كمان. فيعني السفر مع مؤسسة من المؤسسات دي تجربة أكثر من رائعة، ولكن طبعا المشكلة فيها في الصعوبة إنك تاخدها. يعني إيه صعوبة؟ هل هي مستحيلة؟ لا طبعا مش مستحيلة. يعني انا الناس اللي شفتها جات على فول برايت من مصر تقريبا بيطلع من مصر يعني عدد لا بأس به كل سنة. انا في المنحة اللي انا طلعت فيها في مصر كنا تقريبا 20 22 واحد يعني، ويعني كانت وما كنتش شايف ان يعني المنافسة كانت شوية صعبة، ولكن الناس كلها اللي كانت رايحة كانت مبسوطة ان هي اللي قدمته لقيته. يعني الانفستمنت اللي عملوه في التقديم للمنحة خدوه في المنحة نفسها في البنفيتس يعني. طيب أنا جيت متأخر معلش. ده المنح الدراسية في أمريكا؟ أيوة نعم، ده المنح الدراسية في أمريكا. أسئلتك إحنا جاوبنا عليها في الأول، ولكن إن شاء الله أنا هفتح الأسئلة في الآخر. سوري يا تسنيم، هفتح لك إن شاء الله، هنفتح الأسئلة في الآخر، وممكن إن شاء الله أرجع وأجاوب على السؤال ده بالتفصيل يعني، أو ممكن تسألي تاني معلش في الآخر يعني. هاشم عندما أبحث في هذه الولايات أتحدث بالأسبانية، في أي قسم ممكن أرسلهم؟ والله على حسب أنت عايز تقدم على إيه. عايز تقدم على دراسة في الأسباني، ولا عايز تقدم على دراسة في اللغة الإنجليزية، ولا عايز تقدم على دراسة في أنثروبولوجي، ولا عايز تقدم على دراسة في العلوم السياسية؟ يعتمد على التخصص اللي أنت عايز تختاره يعني. طيب إيه ده ممكن تاني بأكد، هل ممكن أختار تخصص غير تخصص البكالوريوس بتاعي؟ ايوه نعم ممكن جدا جدا جدا، ما عندهمش مشكله. الاهم الجاستيفيكيشن، ليه؟ لو انت عرفت تجاوب على سؤال ليه دي، في حاجه اسمها الستيتمنت اوف بيربس هنتكلم عليها بعد شويه يعني، اظن كده الموضوع هيكون يعني يعني بريتي ماتش يعني خلاص يعني في صالحك يعني. وطبعا الريكومنديشن ليترز اللي هتطلبها من الاساتذه بتاعتك تكون تتكلم عن ازاي انت بتحب برضو التخصص ده. طيب نرجع تاني، الأسئلة صراحة بتقطع الفلو شوية بتاع المحاضرة، ولكن هنحاول نوفق ما بين الاثنين. احنا اتكلمنا عن المنح اللي ممكن تاخدها من القسم وتاخدها من الجامعة عموما، دلوقتي هنتكلم عن المنح اللي ممكن تاخدها من المؤسسات. المؤسسات دي زي فول برايت، وهتحط اللينكات إن شاء الله بعد ما أخلص المحاضرة. ممكن حاجة زي الـ IIE الـ Institute of International Education، في حاجة زي الـ AMIDIST، في حاجة زي الـ USAID، حاجة زي الـ American Embassy in Egypt اللي هي السفارة الأمريكية في مصر، في حاجة اسمها البعثات في مصر. والبعثات في مصر دي طبعا بتاخد، مش ما بتاخدش المعيدين بس والناس الشغالة في الجامعات بس يعني، هتلاقي في منح كتير ما لهاش دعوة، ما بتطلبش معيدين بس وتطلبش مدرسين مساعدين بس، فممكن تكون مدرس برا أو شغال في الآثار برا أو شغال
يعني اقصد مرشد سياحي بره او شغال في اي حاجه وتاخد منحه عادي ما فيش مشكله مع البعثات المصريه يعني، ولكن لازم تقرا الشروط. في حاجه اسمها سويرس كمان، سويرس فاونديشن اوف سوشيال ديفلوبمنت، دي اللي هم مؤسسه سويرس اظن، انسي سويرس في مصر، دي بتقدم منح برضه في السوشيال ساينسز وبيقدموا في الناتشورال ساينسز. وطبعا في حاجه زي اراسموس مندس، بس دي يعني لاوروبا يعني، ولكن حبيت اذكرها عشان الناس اللي مهتمه يعني. طيب سؤال هنا، اميديست او اي يو سي، ايهما افضل في التحضير للتوفل؟ والله انت الاميديست هو المكان غالبا اللي هتمتحن فيه. انا صراحه ما خدتش كورسز هنا ولا ما خدتش هنا، وفي من اصدقائي خدوا امتحانات هنا وخدوا امتحانات هنا، فاظن يعني واحد في مصر يقدر يسال على الكلام ده، او ممكن احنا نسالك في مؤسسه علماء مصر ونرد عليك اجابه وافيه للسؤال ده، ولكن انا مش عايز يعني افتي بما لا اعلم واقول لك انهي افضل في الاثنين يعني، ولكن الاثنين من السمعه بتاعتهم. انا طبعا اسمع اكثر عن اميديست التحضير للتوفل لان هي الهيئه اللي بتحضر الناس للتوفل، ولكن الاي يو سي سمعت عنها كتير برضو، وفي ناس برضو زميلنا هناك مستوياتها اكثر من رائعه. فاظن بغض النظر عن مين هتختارهم، ده ممكن يعني اجابته عندك يعني، تحاول تدور في مصر او احنا ندور لك، ولكن في الاول وفي الاخر الهم هيكون او يعني الامر كله هيكون على عاتقك انت انك تشتغل. الكورس مش هيدي لك كل حاجه بس، وده لازم تفهمه يعني. طيب تاني عشان الناس برضو اذا كان في حد داخل جديد، تكلمنا عن ازاي المنح من القسم، المنح من الكليه او الجامعه بتاعتك، اتكلمنا عن المنح من الاقسام التانية جوه الجامعه او المؤسسات التانية جوه الجامعه، واتكلمنا عن المؤسسات اللي بره. هل في مؤسسات تانية ممكن بتقدم منح؟ اه طبعا، ودي مهمه جدا جدا جدا، من ناحيه في ناس بعد ما تقدم على الكليه مثلا خلاص هو خد قبول للكليه بس ما قدرش يجيب منحه، يعني انت اتقبلت في القسم بس ما فيش منحه، لا قدرت تاخد منحه منهم من القسم ولا من الكليه ولا من اي حد تاني في الكليه، ولا قدرت تاخد منحه مثلا من فول برايت ولا من اميديست ولا من السفاره الامريكيه ولا الكلام ده كله. طيب هل كده خلاص اوقف؟ لا طبعا، بتاخد الادميشن بتاعك ده اللي هو يعني الخطاب بتاع letter of admission، خطاب القبول، وبتروح في مؤسسات، مؤسستين مشهورين جدا في مصر بيقدموا منح، يمكن مش كتير قوي ولكن موجودة للناس اللي عندها قبول تمام في كلية معينة بس ما عندهاش فلوس تدفع. طيب هتفرق معاهم لو انت اوريدي واخد منحة؟ مهم، عشان كده اتكلمنا قبل كده انك حتى لو واخد الانستيت ريت هيفرق معاك كتير في الحصول على منحة من المؤسستين دول. مين المؤسستين دول؟ مؤسسة اسمها القلعة تمام، او سيتاديل يعني، برضو اللينكات بتاعتها او هحطه واحط الباوربوينت كله ان شاء الله في اللينكات بعد ما نخلص المحاضرة. مؤسسة القلعة دي بتدي لك لو انت معاك ادميشن قبول اوريدي من جامعة معينة، تطلب منك بس تبعت الاوراق، تقريبا هي الاوراق اللي بعتها الجامعة، تبعتها لهم، تبعت لهم خطاب القبول، تبعت لهم اذا كنت انت واخد منحة، وبتبعت لهم اذا كنت انت تاني عندك عمل تطوعي وكاتبينها صراحة على الموقع بتاعهم. ودول ممكن يدفعوا لك لغاية $50,000 في السنة. واو، يعني انت لو مقبول في هارفارد هيغطوك، فده شيء رائع جدا. ومؤسسة تانية اسمها خطوة، خطوة دي اتأسست تقريبا من سنتين، وكمان وبيدوا منحة تقريبا مش كتير، تقريبا منحة او اتنين كل سنة، ما ادوش حد في السوشيال ساينسز دلوقتي، ولكن هم ما اظنش يعني هيعترضوا، واظن هتكون خطوه كويسه لو انت قدمت في السوشيال ساينسز واثبت انك انت اهل ليها يعني، اظن حتى هتكون عامل للدايفرسيتي عندهم انه يقبلوا حد سوشيال ساينسز يعني. فتاني مؤسسه قلعه ومؤسسه خطوه. سؤال، هل القبول في برنامج القرعه العشوائيه يسهل فرص الحصول على منح الدكتوراه في امريكا؟ والله انت لو اتقبلت في القرعه العشوائيه اللي هي اللوتري وجيت هنا هيكون معاك جرين كارد. اللي معاه جرين كارد يقدر يشتغل اصلا في اي مكان في امريكا بره، مش لازم في جامعه، وفي نفس الوقت يدرس، وكمان يو كواليفاي انك تاخد منح كتير جوه الجامعه. فاللي عنده، اللي خد القرعه العشوائيه ده او اللوتري يعني، يعني ماي ريكومنديشن او يعني اقتراحي طبعا، يجي يسافر، يقبل على طول يسافر هنا، وبعد ما يستقر في الولايه اللي هو اختارها يخش الجامعه اللي هو عايز يدخلها، لانك كمان مش هيطلبوا منك التوفل لو عندك، معظم الجامعات لو انت عندك جرين كارد مش هيطلبوا منك توفل.
فطبعا برنامج القرعة شوية لا يعني دي قصة تانية خالص يعني. لو قبلته سافر وبعد كده ادور هنا على منح، هتكون امورك اسهل بكتير. هل تنصح بالتقديم للحصول على منح وبعثات كلية او جزئية من الجامعات الامريكية نفسها؟ الجزء الاول، اي منحة تاخديها من الجامعة هتفرق معاكي، بمعنى ان لو خدت منحة كلية ممتاز، لو خدت منحة جزئية اقدر اخد الاوراق بتاعت المنحة دي واقدم بيها على فول برايت، او اقدم بيها على قلعة، او اقدم بيها على خطوة. طيب ولا من مؤسسات زي فول برايت؟ والله انا عن نفسي لما كنت بقدم انا قدمت في الاثنين، او سوري في الثلاثه كمان يعني. لما انا خدت كنت بقدم فول برايت، قدمت في الجامعات اللي هنا، وقدمت في مؤسسه فول برايت، وقدمت بعد ما خدت القبول في يمكن 6 7 جامعات، خدت الورق ده وقدمته لمؤسسه قلعه. فالحمد لله كان جاتني فول برايت ساعتها، وانا في فول برايت بعد كده جاني برضو، قدمت على كام جامعه تاني وجاني القبول، وبعد كده قررت ان اقعد في نفس الجامعه اللي انا فيها يعني. اللي عوامل كتير جدا يعني، ربما لا يتسع الوقت ان انا اتكلم فيها، ولكن كانت مالتيبل فاكتورز يعني، المعيشه والمشرف بتاعي، المشرفه بتاعتي لانها يعني مشهوره جدا وعملت كتاب مع تشامسكي، فيعني كانت دي عوامل كتير جدا ان انا اختار الجامعه دي يعني. انا سمعت ان الجامعات الامريكيه بيدرسوا بس بيدوا بس منح جزئيه زي الاسيستنت شيبس. لا طبعا، انا عندي تيتشنج اسيستنت شيب، انا مدرس مساعد في الجامعه بتاعتي من 2011. المنحه كامله بتغطي كل حاجه تقريبا، كل الكورسز، بل بالعكس يعني ساعات بيغطوا لي كورسز انا مش باخدها يعني، فبالتالي بيدوا لي اكتر من اللي انا عايزه يعني. ف برضه بيعتمد على الجامعات، معظم الجامعات لو بيدي لك تيتشنج اسيستنت شيب بيدفعوا لك الكورسز يعني، غالبا بيكون 2 أو 3 أو ساعات 4، وكمان بيدوا لك مرتب وبيدوا لك الهيلث انشورنس بس. ولكن في جامعات تانية برضو سمعت بيهم ان يدوا لك منحة جزئية بس، زي مثلا في مصر نظام الاي يو سي، عندنا في مصر الاي يو سي اللي هي الجامعة الأمريكية بيدوا منح جزئية، غالبا بتدي مثلا بتغطي جزء من الكلاسز بتاعتك في أول سنة، وبعد كده السنة اللي بعدها أظن حسب معلوماتي بيبدأوا يدوا لك منحة كلية فيما بعد يعني. ولكن بغض النظر، أي منحة تاخدها جزئية كلية اقبل بيها فورا، وبعد كده تبدأ تتواصل معانا في مؤسسة علماء مصر إن احنا إزاي إن شاء الله نحاول يعني نوفر لك طريقة إن شاء الله، أو نساعدك إزاي تجيب الباقي أو توفر الباقي يعني. طيب خلاص احنا اتكلمنا عن المنح. طيب الابليكيشن بعد كده، خلاص انت قررت وقدمت والكلام ده كله، بس احنا ما تكلمناش ان ازاي نقدم يعني. طيب احنا تكلمناش عن التقديم، لانه الكلام عن المنح كان اهم، ومهم كمان تعرف عن المنح قبل ما تقدم. ليه؟ لان انت ممكن تقدم في 20 جامعة ودي كلها مصاريف كتير، بمعنى تقريبا في جامعات كتير بتدفع $50 تقريبا وساعات 100. طبعا في جامعات برضو عشان لو انت من دولة فقيرة ممكن تقول لهم انا ما عنديش، يقول لك مش مشكلة. في جامعات تقول لهم انا مدرس فيقول لك مش مشكله ما تدفعش. في جامعات بيعمل لك ويف للفيز مثلا لمصاريف التقديم لو انت من فول برايت مثلا، او واخد منحه فول برايت قبل كده، او واخد منحه من مكان تطوعي. ات ديبندز، ولكن في الاول وفي الاخر مصاريف كتير لو انت هتقدم على 20 جامعه. طيب ليه؟ طب ما انا اعرف الاول عن المنح تمام، واعرف لو في 5 6 جامعات موفرين لي اوريدي منح، مدين لي منحه قبل ما اقدم، فاعرف منهم عن المنح قبل ما اقدم اصلا، وبالتالي يبقى انا ضامن ان عندهم منحه ليا متوفره. ودي جامعات كتير بتعملها، جامعه مثلا زي بيردو يونيفرسيتي، دي بتدي اي طالب مقبول في الدكتوراه بياخد منحه كامله يعني. غالبا ما بيقبلوش طالب دكتوراه الا لما يكون عنده منحه كامله في الماجستير، في الدكتوراه في تخصص اللغات مثلا، واظن تخصص العلوم السياسيه، دول اللي اعرفهم يعني، ما اعرفش بقيه التخصصات يعني. ولكن في الفورين لانجويجز والابلايد لينجويستكس واللينجويستكس، لو انت مقبول الدكتوراه بيردو يعني على طول بيدوا لك منحه كامله. دول كل الزملاء اللي قدموا هناك معظمهم برضو من جنوب شرق اسيا والصين والكلام ده، معظمهم خدوا منح يعني كامله. طيب فعشان كده اتكلمنا عن المنح قبل ما نتكلم على طريقه التقديم. طريقه التقديم، لو انا حددت خلاص عرفت سمعت من الجامعات دي 6 جامعات مثلا، 5 حددتهم في الاخر وقالوا لي ان احنا عندنا منح ليك فما عندناش مشكله، قدم، ولو الريكويرمنتس كلها ار ميت يعني، لو انت بتميت كل الريكويرمنتس خلاص هنقبلك.
فخلاص. طب ايه الريكويرمنتس اللي ممكن يطلبوها؟ الريكويرمنتس اللي ممكن يطلبوها دي حاجات بسيطه جدا بس محتاجه وقت الاعداد، ودي احنا ممكن نساعدك فيها كتير جدا في مؤسسه علماء مصر، خاصه ان عندنا ناس مؤهلين معظمهم اساتذه او مدرسين مساعدين في شتى جامعات امريكا، بدءا من هارفارد لغايه اقل جامعه ممكن تتخيلها. فيعني الحاجات دي انا شايف انها تكون ابسط جزء ان شاء الله، وان كانت لمعظم الناس هي الاصعب. فالعاتقك انك تجيب التوفل اللي هو ريكويرمنت، او اذا كان جي ار اي اذا كانوا طالبينه، ودول بتمتحنهم في مصر في الاميديست، وساعات بتمتحنهم في الاي او سي. ويفيد جدا لو تعرف الجامعات مقدما قبل ما تمتحن. ليه؟ لانه لما تروح تمتحن التوفل الاي بي تي اللي هو الانترناشونال، بيقول لك اللي هو الاي بي تي انترنت بيس تيست، او ناس بيسمونه انترناشونال برضه عشان اللخبطه، اظن بيخليك تبعت لثلاث جامعات او اربع جامعات، ده يمكن اظن كان على ايامي ثلاث جامعات او اربع ببلاش. بمعنى انت دفعت $180 تقريبا عشان تمتحن التوفل بتاعك، وانت بتمتحن بيقول لك انت اول ما تطلع السكورز بتاعك تحب نبعتها لمين. ففي ساعتها دي انت هتستفيد بالثلاثه دول ببلاش، يعني بدل ما يضيع ولا ايه. فكده يبقى انت عرفت الست جامعات من الاول، الخمسه اللي هم صفيتهم في الاخر عشان تبعت للجامعات دول على طول وانت بتمتحن. هل الايلتس مقبول بامريكا ولا بس التوفل؟ في معظم الجامعات الايلتس كمان مقبول، بس لازم تخش على الكورمس في الجامعه عشان تشوفي الطالبين السكور بتاع الايلتس كام وبتاع التوفل كام. غالبا التوفل بيكون 550، في بعض الجامعات لو انت تيتشنج اسيستنت مدرس مساعد بيطلبوا 600، قليل جدا. ولكن الايلتس اظن بيكون 7، بس المشكله في الايلتس ان كمان بيطلبوا ان السب سيكشنز بتكون يعني سكورز معينه، مش كل الجامعات برضو. فتاني اهميه ان انا اخش على الجامعه واعرف الريكويرمنتس بتاعتها. ولو محتاجين مساعده في الحاجات اللي زي دي، احنا ممكن ان شاء الله نساعدكم في مؤسسه علماء مصر. طيب ايه الحاجات التانيه غير التوفل والجي ار اي اللي هو الامتحانات دي؟ او لو انا مثلا بدرس مثلا في ام بي اي، ولا بدرس في التجاره، او بدرس في اي تخصص، في حاجه اسمها الام بي اي او الكلام، يعني بشوف الريكويرمنتس من الاخر، او الجي مات، اشوف الريكويرمنتس واخلص الامتحانات دي الاول. ودي طبعا اول حاجه تبدا فيها من زمان خالص يعني. وزي ما نصحنا واحد من الاخوه اللي موجودين كانوا على اللايف، ان نبدا as soon as possible، يعني كل ما ابدا بدري كل ما يكون افضل. طيب ايه الريكويرمنتس تاني غير الامتحانات دي؟ الحاجه اسمها letter of intent، او statement of purpose، او motivation letter، مسميات كثيره جدا، الفروق بسيطه جدا ما بينهم، ولكن كلهم حاجه واحده، انت ليه مقدم على الماجستير او الدكتوراه عندنا في القسم بتاعنا او في الكليه بتاعتنا. غالبا الحاجات دي بيقراها القسم يعني. اسهل طريقه تدور على منحه الدكتوراه، احنا اظن اتكلمنا بدري شويه في الفيديو عن الموضوع ده، ولكن ممكن معلش ارجع تاني لاجابته في اخر الفيديو يعني. هل الذي اخذ منحه فول برايت لازم يرجع؟ طبعا دي حاجه مهمه، كويس السؤال ده مهم، انك لو اخذت منحه من فول برايت للاسف لازم يطلبوا منك ترجع سنتين مصر. ممكن تعمل لها ويف في حالات معينه، يعني ممكن تتشال عنك سنتين في حالات معينه، ولكن صعبه جدا مع فول برايت صراحه يعني. ولكن الكويس ان انت لو جيت خدت ماجستير مع فول برايت، مش مطلوب منك تعمل السنتين في مصر وترجع، لا، ممكن تخلي السنتين بعد ما تخلص دكتوراه كمان، يعني ممكن تجي منحه ثانيه دكتوراه وبعد ما تخلص ترجع السنتين، وممكن كمان السنتين دول تخلصهم صيف، لو انت بتنزل كل صيف مصر 3 شهور، الثلاث شهور دول بياخدوا من السنتين اللي مطلوبين من فول برايت. طيب بالنسبه للسمر انترنشيب، للاندر جراديويت سمر انترنشيب، ايه الحاجات ولا ايه الحاجه عشان اخد تدريب مشابه في التوفل؟ هيفرق معايا لو ناشر ريسيرش؟ انا مش فاهم الجزء الاولاني صراحه، ولكن لو تتكلم على السمر انترنشيب، تتكلم يا باسم على السمر انترنشيب، طبعا مهمه جدا جدا جدا. اي حاجه عمليه هنا في امريكا بيهتموا بيها جدا، لان بيهتموا ازاي اللي انت بتدرسه ده هتطبقه هناك في المجتمع، في الكوميونتي اللي بره. عشان كده زي ما قلنا بيهتموا بالعمل التطوعي. لو انا واخد انترنشيب في اي شركه، ولا في اي جامعه، ولا في اي مؤسسه بحثيه، ولا مؤسسه دراسات استراتيجيه، طبعا الكلام ده يعني هيفرق كتير جدا. ولو ناشر ابحاث، طبعا جدا جدا جدا، الحاجات دي كلها بتفرق جدا في السوشيال ساينسز. ليه؟ لاني على عكس الناتشرال ساينسز، يعني النشر في السوشيال ساينسز صعب جدا. لذلك يقال ان انت لو نشرت نشر دولي
قبل التخرج من الدكتوراه، واحد في السوشيال ساينسز، انت كده عملت انجاز رهيب جدا. تمام، في ناس بتعمل 5 و6، اه طبعا يعني، بس نادر جدا. ولكن لو عملت 1 أو 2 طبعا يعني بيكون رائع جدا 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 يعني. طيب، هل اللي عمل ابحاث او عمل نشر في مصر مثلا في حاجه مثلا اقليميه ولا في جامعه احطه من ضمن الابلكيشن؟ طبعا حطه، بس حبذا لو تخلي حد يراجعه كويس قبل ما يروح، لانه بيهتموا شويه باللغه وبالكونتنت يعني، ما يكونش يعني كونتنت يعني اي كلام. طيب، اسهل طريقه للحصول على انترنشيب؟ انا مش عارف انترنشيب هنا في امريكا ولا الحصول على انترنشيب في مصر، ولكن ما تخليش الفوكس بتاعك قوي على الانترنشيب. تمام، لو انت يعني بدل ما تخلي جهدك كله على ان تدور على انترنشيب، لا، خليها دور على منحه كامله احسن، وبالتالي عشان تسافر يعني. انترنشيب في امريكا يعني ما انصحش صراحه، انصحك تيجي على منحه كامله يعني. انترنشيب في بعض الاحيان بيطلب منك للاسف موضوع السنتين يعني، حتى لو خدت 3 شهور للاسف او 6 شهور يعني، لانك بتيجي على J1 فيزا، والJ1 فيزا غالبا بتكون طالبه منك سنتين. ولكن لو ما فيش فرص تاني طبعا خد انترنشيب. ليه؟ لانها تسهل عليك الحصول على منح في المستقبل. ولكن اسهل طريقه للحصول على انترنشيب، والله احنا ممكن اسالك حد يعني ادرى مني في علماء مصر، لان انا مش خبره قوي في الانترنشيبس، وممكن ان شاء الله نرد عليك يا احمد. ولكن يعني حاليا يعني افضل دائما ونصيحتي دائما نركز على السكولرشيبس والتيتشنج اسيستنتشيبس والحاجات اللي زي اتكلمنا عنها. طيب، نرجع تاني برضو للريكويرمنتس المطلوبه مننا في التقديم. اتكلمنا على التوفل والاختبارات الجي ار اي والحاجات اللي زي دي، اتكلمنا على اللتر اوف انتنت وقلنا هنساعدك ان شاء الله في علماء مصر، ريكومنديشن ليترز، ودي ممكن تكون من اساتذه في الجامعه، ممكن تكون مدرسين او الكلام ده. طبعا لو انت اندر جراد وجاي على جراد، وده الموضوع بتاعنا في الفيديو او في المحاضره دي، يبقى لازم تجيبهم او يعني معظمهم، لو مطلوب منك 3 لازم على الاقل 2 تجيبهم من ناس شغالين في الجامعه. ولو تقدر تجيب واحد من المكان التطوعي اللي كنت شغال فيه يكون رائع جدا. طيب، هل ممكن ابعت اكتر؟ اه طبعا ممكن تبعت اكتر. طب ابعتهم ازاي؟ بالبريد واكلف نفسي؟ لا، دلوقتي هو كل معظم الجامعات بيكون عندها سيستم بتدخل الايميل بتاع الشخص اللي هو هيكتب لك الريكومنديشن ليتر، وهم هيبعتوا له انفيتيشن هو يدخل يكتبها. طيب، هل لازم الدكتور يكتب؟ وبالتالي ممكن اللغه بتاعته تكون ضايعه، خاصه لو في تخصصات مش انجليزي او تخصصات مش قوي في اللغه الانجليزيه يعني. ده بيحصل كتير، وبالتالي الافضل انك تحاول تكتبه معاه ريكومنديشن ليتر، او انت تكتبه. طبعا يعني الكلام ده يعني مش لا ينصح به في امريكا، وطبعا للاسف مش قانوني، ولكن الناس في مصر كتير للاسف يعني، او ما اعرفش يعني لحسن حظهم ولا لسوء حظهم بيعملوها، وعادي بتمشي امورهم كويس خالص. ولكن الافضل انك تقعد مع الدكتور بتاعك وتكتبه، وده عادي جدا ما فيهوش اي مشكله، وتدوه لحد يراجعه لغويا. ممكن تبعته لنا في مؤسسه علماء مصر نراجعه لغويا ليكم، ونديكم نصائح ان ازاي تحسن الريكومنديشن ليتر، ونرجعه لك، وبالتالي انت تخلي الدكتور بتاعك اول ما يجي له الانفيتيشن يروح يعمل له سبميت. طيب، ايه احسن طريقه للبحث في الجامعات في امريكا؟ انا اتكلمت عن موقعين مشهورين جدا، ممكن تايمز، عندك يو اس نيوز، عندك موقع اسمه يونيفرسيتي سورس، ودول ان شاء الله هنحطهم يعني في اللينكات بعد المحاضره. بالرانكينج ممكن، بس يعني ما تركزش قوي مع الرانكينج بقدر في السوشيال ساينسز ما تركز مع الدكتور اللي انت هتشتغل معاه، او مع موضوع الدكتوراه بتاعك اللي انت هتشتغل فيه. يعني الرانكينج مش هيفرق كتير بقدر ما هيفرق اذا كنت انت في الاخر عملت ابحاث وجوده الرساله بتاعتك. الرانكينج شويه بيفرق في الناتشرال ساينسز، لانه بيروحوا على الاندستري بيروحوا مثلا على الشركات والكلام اللي زي كده. ولكن احنا ما بنروحش غالبا شركات، الا لو بتشتغل في اللغات مثلا في تيستنج اند اسسمنت، بتشتغل في حاجات في الاحصاء، في تخصص يعني من التخصص العلوم الانسانيه والقصص اللي زي دي. طيب، ممكن تدي نصايح للي عايز ياخد بكالوريوس لسه هناك مش دكتوراه؟ والله دي عايزها محاضره لوحدها صراحه، ولكن المنح اللي ممكن بياخدها في البكالوريوس كتيره جدا 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 في امريكا، منهم تبع فول برايت وتبع المؤسسات اللي هنحطها ان شاء الله في اللينكات، او نحطهم في حاجه واحده في باوربوينت، او
ممكن من المؤسسات اللي اتكلمنا عليها، وفي مؤسسات تانية كتير صراحة كمان بتدي حاجات البكالوريوس. أظن البكالوريوس يعني صراحة ليهم فرص كتير جدا في مصر، وخاصة إن ما فيش ناس واعية كتير إن تبدأ تقدم بعد الثانوي على طول. وعلى فكرة كمان في منح بتتاخد بعد في أثناء الثانوي كمان. أنا أظن يعني كنت قبلت في منحة فول برايت وأنا في سنة تالتة كلية، ولكن ساعتها كانت في مشاكل في الفند مع فول برايت واضطروا يلغوا المنحة بتاعتنا. كانت أظن اسمها يس بروجرام، وكانت المفروض نيجي ناخد بكالوريوس وماجستير يعني. ولكن بقية الريسورسز صراحة مش حاضرة قدامي، ولكن إن شاء الله ممكن نحطها. مكاننا في مؤسسة علماء مصر فين؟ لينا موقع على الإنترنت EgyptScholars.org أظن، وفي مكان تقدر تعملي فيه سبميت لكل الحاجات بتاعتكم، وكمان عندنا الصفحة دي ممكن تبعتوا لنا الرسائل بتاعتكم كمان وتبعتوا استفساراتكم عليها كمان. فإن شاء الله بكل الطرق هنحاول نساعدكم يعني. طيب نرجع تاني، اتكلمنا عن اللغة، المتطلبات اللغوية، اتكلمنا عن recommendation letters، اتكلمنا عن الموتيفيشن ليتر او ستيتمنت اوف بيربس او الستيتمنت اوف موتيفيشن والكلام ده. طيب ايه تاني ممكن يطلب منك؟ رايتنج سامبل. طبعا رايتنج سامبل دي ممكن تكون يعني بالظبط دي الصفحه، ولكن مش عارف اذا كانت دي البيج بالظبط اللي فيها، ولكن هتلاقي مكتوب فيها ان شاء الله يا تسنيم إذا كان ممكن دي تبعت عليها أسئلة أو لا. طيب writing sample تاني أو publication أو thesis يعني إيه؟ هل أنا لو كتبت thesis قبل كده، كتبت رسالة ماجستير في مصر، ممكن أبعتها؟ طبعًا. طيب لو كتبها بالعربي ممكن تكتب الملخص بتاعها بالإنجليزي اللي في الآخر ده المطلوب منك، تروح تراجعه مع حد كويس أو تبعته لنا في السلامة مصر، ممكن نراجعه وندي لك فيدباك عليه وتبعته من ضمن writing samples، لأنه بيكونوا محتاجين يعني رايتنج سامبل عشان يعرف انت ايه ظروفك وايه وضعك بالنسبه للكتابه الاكاديميه، لان انت في الغالب هتكتب وعايز تنشر ابحاث، فهو مش عايز يتعب معاك ويقعد يعلمك ويعني ويقضي وقت في حاجه ممكن يقضيها هو في الشغل على اسمه ده على المنحه او على حاجه تانية. طيب ايه اللي ممكن مطلوب تاني؟ لو انت واخد تيتشنج منحه انك تدرس زي حالاتي كده، بيطلب منك تيتشنج فلسفي. ايه التيتشنج فلسفي دي؟ بيطلب منك فلسفة التدريس بتاعتك. ايه يا عم الكلام الكبير خالص ده؟ لا لا كلام كبير ولا حاجة، هو بس بيطلب منك انك تقول له انت بتفكر ازاي كمدرس، انت ايه لو انت بتدرس كلاس مثلا في التخصص بتاعك هتدرسه ازاي، ايه انواع التوبكس اللي ممكن تدرسها، طيب ليه بتختار الطريقة دي مش الطريقة دي، طب بتستخدم التكنولوجيا ما بتستخدمهاش، بتستخدم مثلا بلاتفورم زي مثلا عندنا في مصر مود المشهور خالص زي سكاي زي بلاك بورد والحاجات اللي زي دي ولا لا، حاجات دي تفرق معاهم كتير جدا يعني. طيب ايه الحاجات اللي مطلوبه تانيه؟ السي في طبعا، دي يعني دايما تكون معاك، وفي الاخر انك تدفع المصروفات، مصروفات التقديم اللي غالبا بتكون 50 دولار 75 100، وزي ما قلنا في بعض الجامعات بتعمل لها ويف لو انت من دوله مثلا فقيره او انت من ظروفك فقيره زي معظم الناس في مصر، او اذا كنت انت مدرس او اذا كنت في مؤسسه تطوعيه معينه او واخد منحه من فول برايت قبل كده. فدي حاجات دي برضو قلنا ازاي تدور عليها في صفحه الجامعه، او ممكن تبعت لهم ايميل تسالهم ازاي ما ادفعش او اقفل من مصاريف التقديم بتاع كل جامعه لان عايز اقدم. ده لسه متكلمين فيه يعني، ف يعني صراحه مش هيكون منتشر قوي انه الجامعات تعمل لك اعفاء للمصاريف بتاعه التقديم اللي هي 50 دولار تقريبا، ولكن مش هيكون صعب ان انت يعني عليك انك تكتب ايميل كده اسطمبه واحده وتبعته للقسم الادميشنز وتقول لهم انا من دوله كذا وبحاول الاقي فرصه، وهل في طريقه، ما تقولهمش ان انا بقى ما عنديش فلوس والكلام ده، لا تقول لهم هل في فرصه ان انا اعمل ويف لمصاريف التقديم ولا لا. تمام، يعني مش هتضرك حاجه انك تعمل ايميل، والايميل طبعا تبعتوش من ياهو، يا ريت تبعته لو انت في جامعه معينه او عندك ايميل تبع الجامعه مثلا في جامعتك تبعته منها، او تبع المدرسه بتاعتك او تبع وزاره التربيه والتعليم او حتى الجيميل، ولكن مش ياهو بس، لان الياهو غالبا بيروح على السبام يعني. وتقول لهم يعني هل ممكن تعفوني يعني ولا لا، يعني اصعب حاجه ممكن يجي لك انك يقول لك ايه لا، فخلاص انت ما خسرتش حاجه يعني. طيب انا طالع تاني علوم وعايز اخد منحه ادرس بره، بس مش معايا توفل او اس اي تي، هل اقدم قبل ما اخدهم ولا اجهز نفسي؟ تجهزي نفسك زي ما قلنا باسرع ما يمكن يا عزه.
بس الحاجات اللي زي دي التوفل والسات كل ما تبدأ بدري والجي ار اي والكلام ده كل ما تبدأ بدري كل ما يكون افضل بكتير جدا جدا جدا. تمام. طيب احنا كده اتكلمنا على ازاي نختار الجامعات ونختار الولايات ونختار الدولة ونختار المشرف وندور على منح جوه القسم جوه الجامعة وجوه او في المؤسسات التانية وكمان في خطوة وفي قلعة والحاجات اللي زي دي كلها. اتكلمنا عن ده كله واتكلمنا على خطوات التقديم والحاجات ازاي واللي ممكن يساعدك فيه بمؤسسة علماء مصر. طيب نشوف السؤالين دول قبل ما نروح للخطوة اللي بعد كده. طيب انهي افضل، استخدام الجيميل او ايميل الجامعة؟ طبعا ايميل الجامعة، كل ما يكون حاجة .edu يكون افضل، بس يعني برضو تشوف اذا كانت تجرب تبعت ايميل من .edu بتاعك على مثلا اي ايميل تاني وتشوفه بيوصل ولا لا، لان بعض الاحيان السيرفرز بتسقط في مصر وما ايه ما بتوصلش الايميلز، فيعني خد بالك من الحاجات اللي زي دي. فلو ايميل الجامعه شغال كويس هو افضل طبعا، اي حاجه .edu بتكون افضل بكتير. هل يوجد منح متخصصه لذوي الهمم؟ ذوي الهمم نعم، بحيث الفرصه تكون اكبر بالنسبه للماستر. يعني ذوي الهمم يعني لو تحدد لي المعنى انت تقصد ايه بذوي الهمم يعني يكون افضل يعني. بس فطيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انت خلاص اتقبلت في الجامعة وربنا كرمك او وجالك قبول والكلام ده، لو انت مع مؤسسة من المؤسسات، المؤسسة بتتولى كل حاجة وبتعرفك كل حاجة والقصص اللي زي دي. لو انت حاصل على منحة من قسمك او من الجامعة بتاعتك او من قسم تاني جوه الجامعة بتاعتك، الامر مختلف شوية. هتلاقيهم هم يبعتوا لك ببلاش الاوراق بتاعتك اللي هي حاجة اسمها الـ I-20 او الـ DS-2019. ايه كلام الملعب كده؟ الـ I-20 يعني اعتبره زي الورق اللي هو الإقامة بتاعتك في الدول التانية. الـ I-20 دي ورقة بتروح بيها السفارة الأمريكية في مصر وبتاخد لهم الورقة بتاعتك وبتاعت المنحة وبتاعت الأدميشن القبول، وبتقول لهم فيما بعد وانت بتعمل انترفيو انه انا عايز الفيزا الفلانية. لو انت بتكون خدت الورق الـ I-20 بيجي لك F-1 فيزا. لو انت وصل لك في مصر DS-2019 اللي هي اسم الورق بتاع الإقامة، بتقدم على J-1 فيزا. هل في اختلافات بين الاثنين؟ اه طبعا في اختلافات كثيره بين الاثنين، ولكن وكل واحده ليها مميزات وعيوب. الاف 1 فيزا طبعا ما بتطلبش منك، والجي 1 كمان ما بتطلبش منك سنتين لو انت طالع لوحدك من الجامعه، لكن لو طالع مع مؤسسه معينه لازم تكون جي 1 وترجع سنتين مصر. الاف 1 والجي 1 يختلفوا كمان في مده العمل اللي ممكن تشتغل وانت بتدرس بره الجامعه، لان انت مش مسموح تشتغل بره الجامعه. فممكن لو مثلا لقيت شركه معينه، لقيت مدرسه عايز تشتغل فيها، لقيت مؤسسه او ميوزيوم او متحف عايز تشتغل فيه، دي ممكن بتاخد بيرميت وبتشتغل بره، وبالتالي بتزود دخلك تقريبا الضعف ربما اكتر يعني. فالاثنين بيختلفوا في الحاجات اللي زي دي على حسب يعني. ف وفي تفاصيل كتير لكن مش وقت ندخل فيهم، ولكن انت على حسب الورق اللي هيجي لك هتقدم يعني. ولكن ميزه كويسه جدا للجي 1 فيزا ان انت لو واخد مراتك معاك ممكن يطلع لها ورك بيرميت وتشتغل فول تايم في اي مكان في امريكا لو عايزه يعني، وبالتالي يكون الدخل اكبر بكتير. طب انا عايز ادرس هناك اندر جراد، فهيكون معايا جاب هير اللي هم السنتين. طيب انا عايز ارجع بس ده. طيب انا مش عارف ما بيرجعش لفوق هنا عشان التابلت، مش عارف يعني الايباد ما بيرجعش، ولكن الجاب يير دي مش هتفرق كتير على فكره يعني، هنا ما بتفرقش معهم، ولكن المهم عملت ايه في الجاب دي يعني، في السنه دي عملت ايه. هنا في امريكا مشهور جدا انه بيعملوا الجاب دي عشان يعرفوا التخصص اكتر ويشوفوا السوق ازاي ماشي بره، فانت ممكن تتكلمي عن الحاجه اللي زي دي. طيب التوفل امتحنه ولا اخده في الجامعه؟ يعني ايه امتحنه ولا اخده في الجامعه؟ لو قصدك تمتحنيه في اميديست ولا تمتحنيه في اي او سي ولا تاخديه في الجامعه بتاعتك، لان الجامعات كتير بتعمل توفل، لا طبعا تاخديه في الاي او سي او في الاميديست لازم يكون اي بي تي. تمام، هو غالي شويه فبالتالي لازم تكون محضره كويس، يعني تقريبا 180 دولار كان اخر مره يعني افتكر يعني، فلازم تكون محضره كويس للامتحان وتمتحنيه اي بي تي. الحاجات اللي بتكون في الكليات في مصر والجامعات دي كواليفاينج عشان بس تخليك تسجل ماجستير ودكتوراه في مصر، ولكن بره مصر ما لهاش لازمه للاسف يعني. الجامعات بتركز على درجه توفل ولا ايلتس اكتر؟
ولا بتكون في التوفل لازم تكون عند الحد الأدنى اللي هو ال 550 اللي محددينه. الايلتس ممكن يقول لك 6.5 او 7، وساعات بيحدد حاجات معينة. تقصد المعاقين؟ اه طبعا طبعا يا فندم، المعاقين طبعا بكلهم هنا يعني الدنيا غير الدنيا، يعني هنا الحياة هنا للمعاقين سهلة جدا جدا جدا، سواء للمعيشة، سواء للدراسة، سواء للمنح، سواء لكل الحاجات اللي زي دي. وصراحة بتكون المنافسة يعني أسهل بكتير في حالة المعاقين. يعني I checked before Arizona University and the awkward thing is that I saw they can waive GRE score if the GPA. أو طبعا لأنه الGRE تاني الناس برضو فهمها غلط. الGRE يعني هو متطلب من رواسب العهد القديم في معظم الجامعات في أمريكا، ولكن بيستخدموه طبعا في الناتشورال ساينسز، ولكن في السوشيال ساينسز من العدوى بتاعت الناتشورال ساينسز، ولكن ملوش أهمية أوي يعني، لأنه هو عايز يعرف مستواك في الرايتنج. طب ما هو موجود في التوفل، يعني محتاج ليه تاني يعرف الفيربال؟ كده كده الناس حتى الدكاتره في الجامعه لما بياخدوا الفيربال ما بيجيبوش درجه كويسه فيه، لانه صعب جدا جدا حتى لو انت متخصص في اللغه يعني. بس فيعني بالظبط الجي ار اي مش مهم، وفي جامعات كتير بتعمل له ويف. انا بدات ادرس كل المواد اللي باخدها من الكليه من ام اي تي او سي دبليو، وانا مش عارف او سي دبليو ستاندز فور وات نظرا لسوء التعليم في الكليه، بس ده اثر على الجي بي اي، فهل طريق هيساعد؟ والله الجي بي اي مش هتفرق قوي لو انت اكتر من 3 يعني، وفي بعض الجامعات مش هتفرق معاهم الجي بي اي خالص، يعني لو جاي اصلا مقبول هناك مش هتفرق معاهم. فده برضو يعني، بس طبعا ده بليميتد تشويسز بتاعتك صراحه، عشان نكون يعني صراحه، فلازم تحدد تشوف الجامعات اللي هتقبل الجي بي اي بتاعك. هل الام اي تي واي كورسز اونلاين باخدها تنفع؟ اوه يا طبعا بتنفع كتير جدا. كل الحاجات الكورس اللي بتاخدها اونلاين دي حطها عندك في السي في، وحط الشهادات بتاعتها في الابلكيشن بتاعتك. دي معناها انت راجل التعليم بتاعك، يعني انت عايز تتعلم وده اسلوب حياه، مش انت واخده بس عشان سبوب، عشان بعد ما تخلص الماجستير والدكتوراه تلاقي لك شغلانه يعني. وهل السن عامل القبول في المنح؟ لا طبعا غالبا لا يعني، ممكن في الحاجات بتاعت مصر اه زي فول برايت والكلام ده، ولكن هنا في امريكا لا. هنا في امريكا انا عندي زمايل واخدين منح، واحد منهم واحده صحيح يعني، في واحده تانية كمان واخد عندها 78 سنه بتدرس معايا دكتوراه، فمفيش مشكلة. كان في واحد تاني زميل كان بيدرس دكتوراه في اللغة الفرنسية كان عنده 52 سنة. فالموضوع موضوع المنح في السوشيال ساينسز مش مرتبطة بالسن بقدر مرتبطة بالخبرة والسنوات اللي انت خدتها دي عملت فيها ايه بس، والفلسفة بتاعتك. MIT open course were online courses from MIT. يعني تقريبا زي ده يعني، this is يعني my best guess انه كان اللي هو online courses. طيب الاونلاين كورس طبعا مفيده، وزي ما اتكلمنا قلنا ان انت ايه هتنفع كتير جدا. طيب نرجع تاني لمرجوعنا، وان انت وصل لك الاوراق الاقامه دي اللي هي الاي 20 او الدي اس 219، حسب الاوراق بتبدا تقدم، تروح للموقع بتاع السفاره الامريكيه وتبدا الابلكيشن. الابلكيشن ان شاء الله ممكن برضو احنا نساعد وندي انستراكشنز عن ازاي تقدم، وفي يعني الانترنت مليان كمان ازاي تعمل الابلكيشن، ولكن اختيار الفيزا يكون بناء على الورق اللي جالك، وده المهم يعني. طيب بعد ما خلص الحمد لله رحت وعملت الانترفيو وحددت المقابله وعملت انترفيو في الامريكان امباسي ان ايجيبت، وخلاص خدت الفيزا ووصلت لك البيت الجواز السفر والحمد لله امورك تمام، وخلاص حجزت الطياره. طيب هتعمل ايه لما تيجي هنا؟ والله دي حاجات برضو احنا ممكن نفيدك فيها كتير، لان احنا عندنا في مؤسسه علماء مصر ناس كتير جدا موجوده في امريكا، فممكن نساعد ان احنا نديك معلومات كتير عن السكن، او نشوف ناس موجوده في الولايات ويساعدوك ان شاء الله انك تلاقي سكن. ولكن ان جنرال يعني بصفه عامه الفروق ما بين السكن دايما تو اوبشنز، يا اما تسكن دورمز اللي هو المساكن اللي جوه الجامعه تمام، او لو انت عندك اسره طبعا بيكون برضه مساكن الجامعه في ستودنت فاميلي هاوسنج، يعني لو انت معاك اسره بتقدر تسكن بكل الاسر بس. وفي كمان اللي هو اوت اوف كامبس او اوف كامبس، تقدر تجيب مثلا شقه او مثلا استوديو والكلام ده، او حتى تتشارك في شقه وتشارك في غرفه وتشارك في استوديو، يعني بيعتمد على البادجت بتاعتك، على الميزانيه بتاعتك، عايز تصرف كام من مرتبك اللي هتاخده من المنحه على السكن، فيعني اتس اب تو يو يعني. طيب بعد كده بتوصل للجامعه بيعملوا لك اورينتيشن، بتاخد بتسلم الاوراق بتاعتك وبيدوا لك اوراق بتطلع بيها حاجه اسمها السوشيال سيكيورتي نمبر.
سوشيال سكيورتي نمبر دي حاجة يعني زي الرقم القومي في مصر كده، مهم طبعا، مهم عشان تاخد بيه إذن العمل أو مش إذن العمل سوري، إنك تاخد بيه صلاحية إنك تشتغل يعني. بدون سوشيال سكيورتي نمبر غالبا مش هتشتغل إلا شغل تطوعي يعني. فبياخد تقريبا 15 يوم لثلاث أسابيع بالكتير يكون عندك، وبعد كده طبعا إيه جود لك بتبدأ الدراسة والعمل في نفس الوقت إن شاء الله. طيب تاني طبعا مدة الماجستير بتكون من سنتين لثلاث سنوات بالكتير. لو انت عندك منحة وحابب تطول في امريكا ومش عايز ترجع مصر لغاية ما تلاقي منحة تانية، او انت خلاص عجبتك الحياة كده وعايز تفضل والمشرف بتاعك ما عندوش مشكلة، ممكن تقعد قانونية لغاية 6 سنوات بتعمل الماجستير. بعد كده طبعا بيقول لك يا تخلص يا تنفصل، يا تتفصل يعني. الدكتوراه الناس في المعتاد بتاخد الافريج من 5 ل7 سنوات، في ناس تخلص في 4، وشفت في حالات نادرة جدا بتاخد في 3، وفي ناس بتخلص في 7، وفي ناس خلصت في 10 سنوات، فده عادي جدا. ولكن الماكسيمم بتاعك 10 سنوات انك تدرس دكتوراه. هل انت تاخده 10 سنوات دي؟ والله يعني براحتك يعني. وبرضو اذا كان القسم هيدفع لك او مش هيدفع لك، او مستعد يعني يعينك ويدي لك المنحة دي كل طول السنوات دي لغاية ما تخلص ولا لا. طبعا معظم المؤسسات زي فول برايت والكلام ده طبعا بيكون محددك بليمت معين للسنوات. الماجستير غالبا بيكون سنتين، ممكن يجدد ترم تاني في حالات النادرة. وللدكتوراه بيكون 4 سنوات أو 5 سنوات، بس برضه منحة الدكتوراه مع فول برايت نادر شوية يعني. بس غالبا ده هو ده الموضوع بتاعنا النهاردة. اتكلمنا عن ازاي اختار اذا كنت رايح ينفع اروح امريكا ولا ما ينفعش، ازاي اختار الولاية، ازاي اختار الجامعة، ازاي اشوف المنح في الجامعات او في اقسام تانية جوه الجامعات او مع المشرفين، وازاي ارسلهم، ازاي اعمل ابلكيشن، ازاي اشوف كمان منح في مؤسسات تانية زي فول برايت او مؤسسات تانية بتدي الفلوس بس. واتكلمنا على اجراءات السفر كده على عجالة والفيزا وهنا يعني، ولكن دي في مرحلة لاحقة ممكن نتكلم فيها ان شاء الله بعد القبول. فممكن دلوقتي انا هفضل يمكن 2 دقيقة، لو في أسئلة إن شاء الله هفضل يعني هجاوب عليها على اللايف، وبعد كده إن شاء الله ممكن يعني خلاص نبقى ننهي المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. فلو في حد عنده أسئلة ممكن يتفضل يكتبها تحت في الكومنتس. بليز يا دكتور. بالمناسبة أنا مش دكتور على فكرة يعني، أنا عبد الباسط هريدي مدرس مساعد، فممكن عبد الباسط بس يعني، أو باسط يعني زي ما الناس كلها هنا بتقول، ودي حاجة كويسة من الكالتشر بتاعت أمريكا يعني. حتى الناس اللي عندها دكتوراه ما حدش بيقول لها يا دكتور يعني. ف طيب حط اللينكس بتاعت الحاجات اللي قلت عليهم. اه طبعا، حاضر يا سهيلة، إن شاء الله هنحطها بإذن الله. أنا هحط البرزنتيشن كاملة إن شاء الله فيها كل اللينكات، يعني هتلاقي فيها كل المعلومات اللي اتكلمنا فيها دي، وفي لينكات يعني بحيث تضغطي على كل كلمة تاخدك إن شاء الله على اللينك. طيب أسئلة تاني. Is it necessary to contact professors for master's degree؟ طبعا طبعا يعني، مش بأهمية الدكتوراه طبعا، ولكن كويس جدا ان انت يعني it's good ان انت دايما تبعت يعني ايميلز الدكاترة وتسألهم وتعرفهم بنفسك يعني. يعني نسمح حاصل الدكتوراه من مصر لحصول اخرى من امريكا ومميزات الشهادة المصرية. طبعا اي حاجة يا دكتور محمد تحصل عليها من مصر ولو دكتوراه زي كده بتكون عامل مهم جدا. وطبعا الراشنال الجستيفيكيشن سهل جدا يعني، وخاصة في تخصص زي تخصص حضرتك يعني زي المناخ، ده مطلوب جدا جدا جدا. ولكن يكون على عاتقك طبعا انك تخلص امتحانات التوفل وما تديهاش زي ما قلنا اكبر من حجمها يعني. Which is easier to get research teaching assistantship, PhD position or PhD scholarship؟ والله ده سؤال صعب جدا يعني. يعني يعتمد على الجامعة اللي انت مقدم فيها. في جامعات انك تلاقي فيها teaching assistantship سهل جدا، في جامعات ودي بتكون زي فلاج شيب زي الجامعه اللي انا فيها يعني تيتشنج اسيستنت شيب وريسيرش اسيستنت شيب سي ام، تلاقيهم زي بعض. في جامعات متخصصه في الابحاث بس ريسيرش، دي طبعا مش هتلاقي يعني صعب جدا تلاقي فيها تيتشنج، ولكن هتلاقي فيها ريسيرش اسيستنت شيب. بي اتش دي بوزيشن او بي اتش دي سكولرشيب، البوزيشن يعني هو غالبا بيكون زي التيتشنج اسيستنت شيب يعني او ريسيرش اسيستنت شيب. فلكن البي اتش دي سكولرشيب صراحه صعبه شويه يعني، تاخدها من الجامعة صعبة جدا يعني. يعني أنا يوم ما خدت PhD scholarship خدتها تقريبا في السنة الثانية أو الثالثة من الدكتوراه بتاعتي،
ولكن ما قدرتش أخدها في أول سنة. في أول سنة كان القسم هو اللي بيدفع لي ومدي المنحة، وما زال حتى الآن طبعا يعني. ولكن أنت ممكن يبقى عندك teaching assistantship وكمان تأخذ منحة من القسم بتاعك يعني، أو PhD scholarship يعني، تبقى مختلفة وبالتالي يبقى معك من هنا ومن هنا يعني. طيب لو سمحت جاوبني أقدم دلوقتي ولا استنى لما أخذ TOEFL؟ لا تستنى تأخذ TOEFL لأنه هياخد وقت معك التقديم للTOEFL يعني. طيب أقدم قبل ما أطلع تالتة كلية قبل كده هيكون صعب إني أخذ منها كأندرجراد؟ لا طبعا يعني. ممكن برضو لو أنت بقدم على مؤسسة من المؤسسات ممكن تبدأي على طول من غير ما تأخذ TOEFL. لو الفول برايت بيقول لك مثلا، في حالة الفول برايت بيقول لك امتحني امتحان اللي هو اللوكل، ممكن من أي مكان في مصر، اللي هو تقريبا ب 400 جنيه ولا حاجة، ولو عديت السكور هم بيدفعوا لك ثمن الاي بي تي. فأنا أنصحك طبعا إنك تبدأي من دلوقتي تقدمي على منح وأنت في تالتة كلية، وفي نفس الوقت تشتغلي على التوفل الاثنين مع بعض يعني. مش صعب إنك تشتغل الاثنين مع بعض، وأنا اشتغلت الاثنين مع بعض وناس كتير اشتغلت الاثنين مع بعض، مفيش مشكلة خالص. لما أكلم الدكاترة خطيبهم دايركت عن المنح ولا عن موضوع الريسيرش؟ هل ما عنديش topic معين؟ مش لازم يكون عندك topic معين، لكن ممكن يكون عندك فكرة عن المجال اللي انت هتشتغل فيه. ولكن كل ما يكون الموضوع بتاعك محدد اكتر شوية، او فكرة شوية يعني innovative، فكرة جديدة شوية وتجذب نظر الدكتور، كل ما يكون حصولك على المنح افضل. وطبعا لما تيجي ترسلهم ما تقول لهمش انا عايز منحة يعني، ما ينفعش كده على طول كده سلام عليكم انا عايز منحة انا فلان فلاني. لا، بنعرفهم على نفسنا الاول، قول لهم انا فلان الفلاني او فلان الفلانيه، انا من مصر طالبه في كذا، الجي بي اي بتاعي كذا مثلا، ونشرت ابحاث كذا، وكان مثلا موضوع كذا، وبقيه المعلومات موجوده في السي في بتاعتي. انا دلوقتي بحاول بفكر اقدم على دكتوراه عندكم او ماجستير، لان لقيت ان عندكم البرنامج كويس جدا، كلمتين كويسين نشكر كده في البرنامج بتاعهم، لانه اكيد برضو كويس مش نفاق ولا حاجه. وانا عايز اشتغل مثلا مع الدكتور الفلاني، او معاك انت لو انت بتخطب الدكتور نفسه. وفي الآخر كده I wonder لو if you have any funding for for mass graduate students، أو عندكم أي نوع من أنواع المنح أو scholarships. فمش لازم يكون عندك topic معين عشان تقدم يعني، وهم they don't expect إن يكون عندك topic معين، ولكن على الأقل فكرة كويسة عن ال area اللي أنت عايز تشتغلي فيها. طيب هل في أسئلة تانية؟ طيب لو ما فيش أسئلة تانية ممكن يبقى خلاص كده إن شاء الله ننهي المحاضرة. وبعد كده أنا هفضل إن شاء الله على الكومنتس من الأكاونت بتاعي، لأني ما ليش بريفليج إن أنا أعمل بوستات من الأكاونت بتاع علماء مصر. فالأكاونت بتاع اللي هو عبد الباسط هريدي هبدأ إن شاء الله أضيف اللينكات عليه وأجاوب على شوية أسئلة إن شاء الله. شكرا جزيلا، وألقاكم إن شاء الله في التعليقات في دقائق. السلام عليكم.